نور، هل أهم الكل أنه ينزل وزنه ويحافظ على وزنه، يعني باتباع نظام غذائي معين وأيضا ممارسة التمارين الرياضية لحتى فعلا يحافظوا على شكل جسمهم، لكن رغم ما كل الأشياء اللي بيعملوها أحيانا بيلاحظوا في ثبات بالوزن أثناء الرجيم؟ اليوم كمان رح نحكي انه بالرغم من انه في رجيم وفي نظام رياضي كمان بضل ثابت الوزن، ليش؟ بدنا نعرف الاسباب. اليوم مع اخصائيه التغذيه هيا شجاع. سعد لي صباحك هيا. يسعد صباحكم، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا بالبدايه نقول او نعرف للناس شو معنى ثبات الوزن. يعني في كثير من الناس بتقول لك انا خلص عملت ريجيم، اساسا الظروف الاقتصاديه صعبه، يعني كلياتنا لازم نعمل ريجيم، بس بيوقف عند وزن محدد وبيثبت، بقى ما بقى ينزل. شو يعني ثبات وزن؟ تمام. ثبات الوزن هو بيجي بحاله انه نحن بننحف كثير، يعني بيكون وزننا، طبعا ثبات الوزن ما بيجي فورا، بيجي مع الوقت نتيجه خساره كيلويات كثير عاليه، تقريبا بيطلعوا تقريبا من 20 ل 30 كيلو. بعد ما ينحفوا هدول 30 كيلو، اذا شخص كان بحاله السمنه العاليه فبيصير عنده ثبات وزن. اي، وهي شيء طبيعي جدا، وهلا بحكي لكم عن طريق العلم ليش انه بيصير عندنا ثبات بالوزن. وبنفس الوقت اذا كان شخص معتدل وزنه، معتدل او وزنه بحدود الطبيعي، فدائما بتشوفي ان اخر 5 كيلو هن اصعب 5 كيلو، انه بيكون في عندنا ثبات بالوزن، وبيكون في عندنا سوء بان نحن معرفه كميات اللي نحن بنفوتها على جسمنا. فهون كثير متعرض للجسم انه يثبت اذا كان وزنه بحدود الطبيعي وبده ينحف اخر 5 كيلو. فكثير من الاشخاص بتعاني من ثبات الوزن وقت تجي بدها تعمل نظام غذائي، ولكن هي بتكون على فترات متاخره جدا. بنلاحظ انه نحن اول ما نبدا بالرجيم فورا بينزل وزننا، وبعد فتره بيثبت الوزن، بس مستحيل بالفترات الاولى من الرجيم انه يثبت الوزن، غير اذا كان في سوء بكميات اللي نحن عم نفوتها، او عدم معرفه شو لازم نفوت على جسمنا. مرات في اشخاص بتاكل لقمه بتقول لك انا عم باكل لقمه، بس ما بتعرف هاللقمه شو فيها. تمام. يعني نوعيه الطعام، خلينا نقول، وكميته كمان باوقاتها لازم تكون، خلينا نقول من تجاربنا نحن الصبايا، يعني لازم يكون في استمراريه بالرجيم، مو انه بتعمليه اسبوع واسبوع بتعمليه مدري شو لحتى تاخدي نتيجه. اليوم هي اسباب ثبات الوزن مثل ما قلتي، بالرغم من انه في نظام في رياضه، بيقولوا بالعاميه جسم بيعند، فهل بده ردة فعل كنظام غذائي تغيري شوي او كممارسة رياضة تغيري شوي؟ خبرينا. تمام. هلا من اسباب ثبات الوزن، مرات الشخص بيفكر حاله انه وزنه ثابت، هو بيكون وزنه ماله ثابت ابدا، وهذا الشيء كثير انا بتعرض له وقت يجوا لعندي المرضى، فكثير بشوفه عندي بالعياده بيقولوا لي انا ثابت وزني رغم اني انا بعمل رجيمات، او انا مقضيتها على الدجاج، او انا مقضيتها على اللحمه، او انا مقضيتها اني باكل كميات كثير قليله، بس مثل ما حكيتنا ما بيعرفوا انه احنا مقضينا على الفول العالم. او مثلا على فكره الفول والحمص في بروتين، في كثير عالم بتفكر انه مثلا هي اذا اكلت فول وحمص وما اكلت رز او ما اكلت برغل او ما اكلت كذا، بفكروا حالهم ما بيسمنوا، هن ما بيعرفوا انه الكميه اللي عم بفوتوها هي ما بتناسب جسمهم، فهذا بيؤدي لزياده بالوزن. فاي نوع من الاكل نحن بنفوته بكميه زايده عن وزننا، طبعا نحن حسب جنس كل انسان، اذا كان ذكر او انثى، حسب طوله وحسب عمره، فهون نحن وحسب قديش هو جسمه بيحرق او قديش كميه الحركه عنده، فهون نحن كل انسان بنقيس قديش جسمه بيحرق على هالاساس. اذا كان هو عم بفوت اكل قد ما جسمه بيحرق، فهون بده يصير عنده ثبات بالوزن. اذا كان هو عم ياكل اكثر من ما جسمه عم يحرق، فهون بده يصير عندنا زياده بالوزن. واذا كنا عم ناكل اقل من ما جسمنا عم يحرق، فهون نحسن نحن ننزل وزننا. طبعا حكيتي على كلمه اللي هي انه لازم استمراريه بالدايت لحتى ما يثبت وزننا. بعرف من حالي، يعني عرفتي هذا الشيء. هذا الشيء على فكره نوعا ما غلط، لانه نحن لما نلاحظ ثبات الوزن لازم فورا نرجع لحياتنا الطبيعيه لحتى جسمنا يرجع يستعيد نشاطه. طبعا باثناء الدايت لازم ما نحرم حالنا من الفيتامينات، لانه هي شيء كثير مهم بعوامل الاستقلاب، مثل فيتامين بي 1 وبي 3 وبي 9 وبي 12، هدول كثير مهمين، وبي 6 هدول من اهم الفيتامينات للاستقلاب اللي بتساعد جسمنا انه ما يقف عند حد معين، والفيتامين د ما يقف عند حد معين بالوزن.
فبالعكس لما نحن نلاحظ ثبوت بالوزن لازم شوي نرجع للاكل الطبيعي اللي نحن متعودين عليه لمده تتراوح بين 3 أيام لاسبوع. وفي شغله هون تعمل رده فعل للجسم ليرجع يتأقلم مع الرجيم ولا بالعكس تمام هي بترجع بتهيئ الجسم انه يتأقلم يرجع مره ثانيه على الدايت تمام. هلا في شغله انه كمان الدايت اللي فيه حرمان كثير فورا بيؤدي لثبات الوزن، مشان هيك انا دائما بقول لهم صح مثلا في ناس بتجي لعندي متبعه اسبوع الى دايت التمر والحليب اللي هو لا بفوت له مغذيات ولا بفوت له مصادر غذائيه ولا بفوت الياف، ففي كثير خسائر بالجسم بتكون، ففورا بتلاحظ انه من ثاني اسبوع ما بقى نزل وزنه، هي نتيجه الحرمان الزايد، فدائما الحرمان الزايد بالدايت هو اللي بيعمل ثبات بالوزن لانه جسمنا بفكر حاله بحاله مجاعه، بصير بده يحتفظ بالمكونات اللي عنده او بالفيتامينات اللي بقيانه عنده او بالمعادن اللي بقيانه عنده، فهون فورا بيثبت وزن. خلينا نحكي عن علاقه ثبات الوزن ايضا بالرياضه، يعني احيانا كمان بنعمل دايت مع رياضه، احيانا لا، مثل ما حكينا ببدايه حديثنا لانه المعايير اساسا تختلف من شخص لاخر، بتلاقي رجيم ماشي مع شخص اكثر لانه طبيعه الجسم تختلف. الرياضه قد ايه بتلعب دور اذا قلنا بثبات الوزن حتى او بانزال الوزن؟ الرياضه هي الحل الاول لكسر ثبات الوزن. يعني لما الوحده تكون عم بتفوت الكميات المناسبه لجسمها عم بتلاحظ انه لسه في ثبات وزن، فاول حل لازم نلجأ له هي الرياضه، وثانيا تغيير نوع الاكل عند ثبات الوزن. يعني اذا كانت عم تاكل رز بنقلب لها على البرغل، اذا كانت عم تاكل خبز بنقلب لها على التوست، مهم نغير لها نوعيه الاكل. واول شغله مثل ما حكيت اللي هي الرياضه هي عامل جدا مهم. طبعا في معلومه لازم يعرفوها انه الرياضه انواع، في رياضه بتعتمد على رفع الكتله العضليه اللي هي بتعطي وزن للجسم، ممكن تكون عم تنقص دهون ولكن الكتله العضليه عم ترتفع تمام، فهون هي بتفكر انه ثابت وزنها ولكن هي مقاساتها بتتغير، مو دائما الميزان هو معيار خلال هي الرياضه، رياضه رفع الاثقال طبعا. اما الرياضات الثانيه اللي بتعتمد على الحرق جدا عالي اللي هي سرعه دقات القلب، دائما الرياضه اللي بتعتمد على الحرق العالي هي الرياضه اللي بتزيد سرعه دقات القلب، اللي بتحسي حالك تعرقتي كثير اثناءها، اللي بتحسي حالك بدك اكسجين زاد، فهون الرياضه هي بتعتمد على الحرق العالي، فهي الرياضه هي فورا بتكسر ثبات الوزن. نعم. هيا نحن بنشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، نحن كثير في عندنا اسئله انا ونور نسالك اياها يمكن تحت الهواء هلا نستفيد منك شوي، شكرا لوجودك. كلك زور. شكرا لك. شكرا لك.